إيران غاضبة من وزير خارجيتها محمد جواد ظريف الذي سيمثل أمام البرلمان إثر خلاف بشأن نزهة على الأقدام قام بها مع ناظره الأمريكي جون كيري خلال جولة المفاوضات المكثفة بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف بسويسرا قبل أيام. وقالت مصادر إعلامية إن 21 عضوا في البرلمان وقعوا على طلب استجواب وزير الخارجية المعتدل لاستيضاح الموقف. وكان ظريف قد قام بنزهة على الأقدام مع كيري على أرصفة جنيف دامت 15 دقيقة خلال المحادثات في 14 من يناير عندما كان يرأس وفد بلاده إلى المفاوضات مع مجموعة 5+1 التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين في محادثات تهدف إلى التوصل لتسوية للنزاع المستمر منذ 12 عاما بين إيران والغرب بشأن ملفها النووي. وجاء في طلب الاستجواب الذي نشرته وكالة ناطقة بلسان المتشددين أنه نظرا لمطالب الشيطان الأكبر وأعماله التخريبية التي لا تنتهي على امتداد مسار المفاوضات النووية لا يوجد أي أرضية يمكن تخيلها لنشوء حميمية بين وزيري خارجية إيران وأمريكا. وتوجه طلب الاستجواب إلى ظريف بالقول إن نزهتك الاستعراضية مع كيري كانت قطعا خارجة عن الأعراف الدبلوماسية، فلماذا لا توقف مثل هذا السلوك؟ وأثارت صور الدبلوماسيين اللذين تقف دولتاهما على طرفي نقيض في السياسة وهما يسيران جنبا إلى جنب على أرض غريبة انتقادات من جانب المتشددين الإيرانيين الذين ينتابهم قلق عميق من التقارب مع من يسمونه بالشيطان الأكبر. وكلا أئمة الجوامع في خطبهم يوم الجمعة عبارات الازدراء لظريف والرئيس روحاني على ما اعتبروه هفوة دبلوماسية. جيهان لطفي، Reuters.